بسم الله الرحمن الرحيم. تتوالى السنون وتمر الأعوام وتقترب ثورتنا من إتمام عامها العاشر. تتوالى الأحداث ولا يزال حدث ثورتنا يقارع ويواجه قوى البغي والعدوان. لازالت ثورتنا واقفة على رجليها رغم أنهم اقتطعوا جزءاً من روحها وكبدها، اقتطعوا الشرق الحبيب، قتلوا الرجال العظام والقامات العالية والشجاعة النادرة. رغم كل ذلك إلا أن ثورتنا ترفع رأسها وتقول بملء فيها: أنا أولى بليبيا منكم، أولى منكم بهذا الشعب الكريم المعطاء، شعب ضحى بكل ما يملك مقابل أن يعيش حراً كريماً، وإذا به يكتب في الزمان تاريخاً وحدثاً نحته في صخرة العزة والكرامة الحقيقية، حدثاً لم يخطر ببال الشعوب الذليلة المقهورة، حدثاً لم يخطر بخلد الجبابرة والطغاة. شعبنا الكريم وحده من تحمل هذا الحدث، وهو من استعد له، وهو من دفع التضحيات، والحمد لله أن جعل لهذا الحدث تاريخاً. كل عام يمر علينا ويحيي فينا معاني الرجولة والشهامة وحب الوطن والدفاع عنه، فاللهم لك الحمد أن جعلتنا نستعجل مرور الأزمان حتى نستقبل يوم ثورتنا ويوم عزتنا ويوم أبطالنا ورجالنا وأبنائنا. لا حول ولا قوة إلا بالله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلنا في الشرق وأهلنا في الغرب وأهلنا في الجنوب. نرحب بكم في برنامجكم إشراقة وطن، نقول لكم أهلا وسهلا وعلى بركة الله. نبدأ الحلقة وحلقتنا كالمعتاد نبدوها بالرسائل. ورسالتي الأولى أو الرسالة هي الوحيدة الأولى، يعني اقتربت الأيام وأظن مش أظن يقينا إن شاء الله حتكمل ثورة فبراير عامها العاشر، وقريبا العملية الإرهابية المسماه الكرامة تقترب من عامها السادس. والسؤال الذي يضع نفسه الآن ونسأله للجبابرة والطغاة والظالمين والمستبدين والقتلة والمجرمين والمخربين: شنو حصلتوا لعن توه؟ شنو الفائدة اللي حصلتوها من الخراب والدمار؟ وين هي المدينة الفاضلة اللي وعدوكم بها؟ وين هي الضحكة اللي ضحكوا عليكم بها؟ وين الوعود والأمان المزيفة اللي قالوا لكم عليهم؟ تذكروا ولا نسيتوا انتوا؟ وين بولغيب وعيد الفسي والوكواك وين هذيما؟ وين اللي كانوا مولعينها قاعدين على راسها من فوق؟ وين اللي برقى برقى برقى؟ وين اللي اقسم بالله العظيم ما يقعد فيها غرباوي برقى؟ وين هذيما؟ وين راحوا؟ وين اختفوه هذيما؟ ولا هم أداة من الأدوات ومرحلة من المراحل وبعدين يقولوا له مك منديل يمسحوا به وبعدين يعزقوه؟ بالله عليكم مش كارثة 10 سنوات على الثورة
واللي بديت كل منها توخر لورا. 10 سنوات الدول الكافرة لكن عندهم عقول، يعني وإن كان هي في أمور دنيوية البحتة، لأن رب العالمين يقول لو كانوا يسمعون ويعقلون ما كانوا من أصحاب النار، معنى الآية وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في بعد 5 سنوات اليابان وألمانيا أصبحت غير المدينة اللي قبل 5 سنوات تماما، دمرت في الحرب العالمية. لكن بعد 5 سنوات لما لقيت رجال صادقين وناس فعلا عندهم علاقة بالوطن وبالتراب وبالسيادة و رجعت بعد 5 سنوات كأنها لم تكن فيها حرب، ونحن 10 سنوات وما زال الحبل أجرار، ما زالت العملية المسماة الكرامة تلتهم الوطن وتلتهم النسيج الاجتماعي وتزيد الخلاف والشقاق، ويعني أرزاق البلد تنتهب وتسرق وتدمر والأخلاق للحضيض. أليس منكم رجل رشيد؟ هذا القرآن يخاطبكم ويخاطب كل المجانين وكل البشر. أليس منكم رجل رشيد؟ ما فيش واحد عنده عقل يقول يا هو هرجوا شوية، أرى نحن لهدنا وراها الشايب هذا 6 سنين، وإذا بينا نودر عيالنا ونودر أموالنا ونودر وطننا ونودر حتى كرامتنا الحقيقية، عايش لنا قيمة عند الناس. الدول المجاورة توا تضحك عليكم ضحك ما يعلم به إلا الله، فسدتوا وطنكم بيديكم. الخراب والدمار والفساد اللي صار بعد عملية الكرامة وبعد التحرير المنقوص بتاعكم أكثر من اللي صار قبل، ونسبتوه ظلما وزورا وبهتانا لثوارنا ولثورة فبراير. المشاكل والخراب والدمار اللي صنعتوهن انتو وكنتوا السبب فيهن في الليل وفي النهار تسعوا انهن من انتاج ثورة فبراير، وفي الحقيقة ثورة فبراير بريئة من هذا الكلام. أنا نبي نقول لكم يعني مفروض يكون عندكم حسرة وألم، لا لك توقف فيه كم حاجة، حرام حرام. 6 سنين 6 سنين والناس نازلة للحضيض ماديا وأخلاقيا واجتماعيا، والحضيض نازلة. وين تبوا تمشوا؟ وين تبوا توصلوا؟ وتوجيهكم في الحلقة، في الحلقة إن شاء الله حنعرضوه الدول الداعمة الكم والدول السارقة صحيح العبارة لأرزاق الليبيين وقوت الليبيين يتصالحوا الآن. شنو موقفكم أنتم من الإعراب بس؟ شنو الحجة اللي عندكم سواء كان في الدنيا أو في الآخرة؟ والله والله أمر مدعاه مدعاه لما دماء تعلق برقبتك ودماء وأموال تسرق في وجودك وأعراض تنتهك ونسيج اجتماعي يضرب، حتسأل عنا في الدنيا وفي الآخرة. الكلام هذا في اللي عندهم مازال عندهم ها جرام عقل يقولوا هاي يا جماعة ره. والله قطع الرأس خالقة راهو، والله ما تموت ناقص عمرك لحظة، راه وطن يا جماعة وطن راه، واللي يقعد في الدار يدفع كراها راه أفطنولها. يصلح الله حالنا إن شاء الله، يصلح الله حالنا. خلونا توا نبدأ في حلقتنا. حلقتنا اليوم موضوعها الوضع الميليشياوي خارج السيطرة في المنطقة الشرقية على أثر أنه هو وضع ميليشياوي، عصابات ايدك وحديدك على قول المسماري زمان، خطر المسماري رايح ودرانا وين مسيلمة الكذاب هذا، على اثر انه هو ميليشياوي الان خارج على السيطرة. فشوف عاد الحالة شنو، على اثر ميليشياوي
ما فيش حد متحكم فيه، كيف تبي تكون البلاد؟ خلونا نبدأ بهالمجرمين هذين ونرجعوا. هاي أقسم بالله الحوش باللي فيه، وأقسم بالله ورحمة شهداء الحوش باللي فيه، إن شاء الله يقل الحوش عيل عمره سنة يرضع. نقتل ونقتل الصبايا اللي جوا، ونقتل أي واحد قاعد في الحوش جوا. أقسم بالله الحوش باللي فيه، وأقسم بالله ورحمة شهداء الحوش باللي فيه، إن شاء الله يقل الحوش عيل عمره سنة يرضع. نقتل ونقتل الصبايا اللي جوا، ونقتل أي واحد قاعد في الحوش جوا. أقسم بالله الحوش باللي فيه، وأقسم بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. شو رأيك يا مات؟ هذا راهو أحد القيادات العسكرية توا في المنطقة الشرقية. شفتوا الخطاب اللي تكلم به؟ هذا ما اللي الأصل فيه يعني، مفروض يعني جاي على سب الأمن والأمان، جاي بيحارب الإرهاب، ويبي يحارب الميليشيات، ويبي يحارب الدروع على قوله، ويبي يحارب جميع المصائب اللي سببتهم ثورة فبراير من الأخير هيك. فهم جايين يعدلوا، حتى مرات تشوفهم هم في تصريحاتهم لما تقول له عملية كرم يقول لك لا نحن تصحيح ثورة أو ثورة التصحيح أو حاجة، المهم تصحيح المسار. أيوه تصحيح المسار، يعني ثورة فبراير كانت ماشية في مسار معين، رأوه هم بإيمانهم بحرية الرأي وبالأمور العقلانية وكذا، رأوا أن المسار غلط، فلذلك هم تدخلوا بقوة وداروا الانقلاب العسكري وأعلنوا سيطرتهم على الحكم في ليبيا. مجرد تلفزيون طبعا، هذا بعد ما فشل الموضوع خشوا بالقوة بيش يعيدوا المسار الحقيقي ويبقى الأمن والأمان. توا بالله عليكم هذا أحد العناصر لهذا المفهوم، لهذا المنطق، لهذا المسار. يعني هل يعقل اللي توا طلع هذا هو من نتعلق به ولو 1% إنه ممكن يجيب لنا الأمن والأمان؟ هو هذا شكل أصلا، شكل مستفز أصلا، شكل ما يحيش بأي نوع من الاستقرار ومن الأمن. أضف إلى ذلك المنطق متاعه، أضف إلى ذلك الأخلاق متاعه، أضف إلى ذلك نوع التربية اللي هو متربيها. فأي أمن وأي استقرار، أي ضحوكة ضحكتوا بها على الشعب الليبي وخاصة في المنطقة الشرقية، أي تلبيسة يا شياطين، يا شياطين الإنس والجن، أي ضحوكة ضحكتوا بها على أهلنا، خليتوهم يقدموا عيالهم وهم مقتنعين. لا كيف خبر؟ والله لولا الشايب هذا رحنا هتايا، والله الشايب هذا جابها من بعيد. تو هذا اللي جابها من بعيد، هذا واحد من اللي جابهم، هو جابها من بعيد، يعني البلاد كانت رايحة في داهية، جابها للجادة وخلاها تستقر. وعلامة الاستقرار إنه يطلع هذا اللي توه يحكي لك على الأمن والأمان، مال ورقبة يا برقة وضحك، مال ورقبة وضحك. ومن زمان يقولوا ضحك الراجل على الراجل كبيرة بالكل، وهذا اللي صار لكم. يصلح الله حالنا، خلونا ناخذوا الاخر. ها باش ما نصدموش معاه، باش ما امك ما تقعدش تبكي عليك طول عمره، باش ما تخسرش حوشك تخسر هلك هلك تهجره، راه بيصير فيها دب تقير، بيصير فيها دب تقير. حتى انت تبي تطلع تلاقي روحك كي معناها بتتصنف خاين، انت طالع لدوله ايش تحس انت؟ اقعد في حوشك يا راجل، اقعد في حوشك، اقعد في حوشك، راك تشوف ايام تسود، اقعد اقعد مقعد جذري ان شاء الله، اقعد طلعك مظاهرات وطلعك كلام فاضي، امشي اخدم علي حالك، ولا دير لك حل علي حالك، ولا دير لك كشك دخان، ولا دير لك حاجه علي حالك، امشي شوف روحك ايش قال بروحك، امشي والله تمشي تبيع بو تبيع قرابه ويخش تخش عليك حكومه اشرف من انك انت تخون بلادك وتطلع مظاهرات وتفتن باش تمشي تقعد بشكريطه تجي يجروا بيك يا الهبل. بكره حنقعد بسلاحي وبنبرم في سيارتي ومعايا فيلق من مدنيه ومنطقتي ودنيتي كل، وخلي واحد يطلع، خلي واحد يطلع بكره عادي يقول احنا بندير مضارات، المضارات تبي تدير على من؟
وما نطلعك وكيف درتون وكيف خططتوا فيه انتو، معناها في مجمعات ارهابيه، معناها في خلايا تقسم بالله. كم الديسك هذه، الديسك هذه مش كويسه، مضره بالصحه، رقم بالتهجر واخرى. داعش تهجرت، هجرناهم دواعش دروع عيالهم، ما شفتوش انتو قبلها كيف صار فيهم؟ ما طيرناهم توين قاعدين، اللي مات مات، واللي طار طار، واللي هرب هرب، وسيبوهم وقعدوا، اللي حصل حصل. بقرأ بالسريكة ونفس الديسكة، انت تبتطلع ليش طالع مضارع؟ شلين طلع؟ كلك جعان كلها جعانين، كلك مظلوم كلها مظلومين، كانك انت متملح كلها متملح، كان الضي يقصوا فيه يقصوا فيه عليها كلها، ما قصوش على حوشك انت بس، بنغاسي كلها يقصوا فيها، كانك انت ما عندكش راتب من مصرف ما ينزلش عليها كلها، المصرف ما ينزلش الواحد يسيب الاخر، كلها ما ينزلهاش، رواتبك ما تنزلش، في ناس باج ما تنزل. ارقد في حوشك الله يستر بيتك، ارقد في حوشك باش ما يقعدش بكره يومك انت، حتى خينتك ما تنبنش، والله ما تلقى حتى اللي بيشي باللي يغسلك واللي بيدفنك ما تلقاش بكره مرات. ايش رايكم في الثقافه هذه؟ ثقافه مخلطه طبعا، فيها ثقافه الذل والاستعباد والمهانه الحقاره، وثقافه الطغيان والاستبداد، استعمل فيه هن اثنين الثقافات. ثقافة كأنك أنت طالع على سب الوكال وعشر، والله كلنا جعانين. إن كأنك طالع على أنك ذليل كلنا أذلاء. إن كأنك طالع مشارف على كذا كلنا كذا. الإنسان لما يتعود على الذل ويطلع من الصفة الحقيقية له، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. هذا رب العالمين يا مجرم يقول هك. الإنسان عنده كرامة، عنده كرامة حقيقية خلقها معاه الله سبحانه وتعالى. ما تستعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا. هذا ديننا وهذا ربنا سبحانه وتعالى. تجي أنت تفصل إن كانك ذليل اقعد ذليل، وإن كانك كذا لا يا حبيبي. إذا كانك أنت تربيت على هذه المعاني فهنيئا لك، اقعد في طغيانك. لكن نحن لا، نحن الشعب اللي اقتلع معمر القذافي اللي كان سيدك وكان مربيك، نحن بفضل الله سبحانه وتعالى أولا وأخيرا اقتلعناه. تتبجح بالمعاصي والذنوب، تتبجح بالقتل، تفتخر بالإجرام. معقول الكلام هذا؟ يقول حتى رضيع في بيت ننزل عليه البيت بتاعه، حتى النساء. حنان البرعصي، سهام سرقيوة، مقبولة، ايش اللي ما درتوش انتو؟ السجون توا فيه النساء، هذه تبينا نسكتوا عليها نحن؟ أي مظاهرات؟ باش تعرفوا أن ثورة فبراير شنو وأنتوا شنو؟ أول شيء أباحاته وأجازاته وأكداته ثورة فبراير هي حرية الرأي، بدليل إنكم أنتوا يا أوباش يا صعاليك تظاهرتوا علينا ودرتوا مظاهرات في وسط بنغازي، وكان باستطاعتنا والله معوذانكم الله العظيم، لكن قلنا لا، نحن ما صدقنا، عاد افتكينا من قمع معمر ومن طغيان معمر. خلي الناس تعبر عن رايها، وخلوا صناديق الاقتراع والانتخابات. واذا بكم تجروا جري شور الحظيره، تجروا متعطشين، تبوا الحظيرة متاع الحيوانات والسياج، وواحد يضرب فيكم في الليل وفي النهار، وواحد يقطع عليكم المرتبات، وواحد يذلكم، وواحد يهينكم، وواحد يسكر عليكم المطار، وواحد يمنع عليكم رزقكم، وانتم مستمتعين. سبحان الله، هكي معالم الدولة تروا فيهن، هكي الهيبة للدولة. مش كل مرة طالعين لي في الشوارع مظاهرات، لا 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 لا، هذا منطقكم انتم. لكن بإذن الله تعالى قبل ما نوصلوا فيكم نحن حتوصلوا في بعضكم. جئنا ما بني على الباطل فهو باطل. والله أنتوا أداة من الأدوات ومرحلة من المراحل يستعمل فيها مجرم الحرب.
متاعكم. فأنتوا نفسكم حتمسكوا بعضكم عوذانكم، هذا إذا كان قعدتوا أحياء. وهلنا قاعدين يشوفوا في الوضع توه، والشايب جابها من بعيد والله. هابلوا للشايب، هابلوا للشايب، يا ما سير فينا. يلطف الله إن شاء الله، يلطف الله. ولعند اليوم، لعند اليوم وبكرة الجثث يلقوا فين. واليوم هذا ولا أمس مطلعين جثة من البحر، قالوا أحسن حاجة سمعت، قالوا إن اكتشفوا إن حتى البحر فيه إخوان. قال لك جينا لقوا واحد ميت جوا، وقالوا هو من الإخوان. فتوى حملة كبيرة قال لك على البحر، يحاول يستكشفوا البحر، أصلا فيه خلايا من الإخوان قاعدة في البحر جوا. يلطف الله بينا إن شاء الله ويصلح الله الحال إن شاء الله. تفضلوا يا شباب. لا خلوني متشردة، ما داروا فيا طيب، والله ما داروا فيا بنات، خلوا العائلات مرميات. يا عم احنا نبوا نعرفوا مصير باهاتنا وين، بس جيبوا لنا خبر على باهاتنا، ما عاد نبوا شيء احنا. جيبوا لنا خبر على باهاتنا، ما عاد نبوا شيء. استاذ جو السياسه هو نبوا باهاتنا، نبوا السبعه اللي راحوا. احنا سبعه مالنا حد، شطوا في الطرق، خلونا متشردين، يراقبوا فينا. نبوا باهاتنا مصيرهم وين؟ نبي نوصل صوتي للرأي العام، نبي كلهم يسمعون، نبي باهاتنا وين احنا؟ ورونا ما صار باهاتنا، ما عادش نبوا شيء، ورونا ما صير باهاتنا. نبوا السبعة منصور وفتحي وعبد العظيم والنوري وعبد اللطيف وميلاد، كلهم نبوهم السبعة، نبوه نعرف مصيرهم وين. جابوا لنا خبر عليها تربحوا فينا الأجر. الله اكبر، حسبي الله ونعم الوكيل. شدوا في الطرق نوقف، نمشي نجيب في الخبزه، يشدوا فيا يقولوا لي ليش ماشي، واحد يقل فيا يقل فيا، قالوا له ما زالت قله تشبع عشان يشرب لك. لا حول ولا قوه الا بالله، نبي بوي وعمامي ما نبي شيء، خوتي عشرة بوي غلاه، نبي نعرف مصير بونا حي ولا ميت، بس قولوا لنا كان بوي ميت، قولوا لنا احنا راضين بحكم الله. كان بوي، كان بوي حي يقولون، بالله يقولون، رانا والله في حال ما يعلم بها كان الله. قولون ان مصير باهاتنا وين؟ سبعة مش شوية، وقاتلين اخواني من قبل اربعة، رانا مالينا حد، مقطوعين من شجرة. نبي بوي، نبي بوي اللي قلتوه ما دام بشي يضربوا فيه على ظهره. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أبوك إن شاء الله ربي يرحمه ويرحم عمامك ويرحم كل الأصلاب اللي خرجت منها هؤلاء الرجال وهؤلاء الأبطال. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لهم ويرحمهم. بالله عليكم ريتوا المدينة الفاضلة اللي كانوا يوعدوا بها الليبيين، ريتوا المنظر. ما يخطرش عليكم العصور القريبة، هذه العصور الغابرة، العصور المأساة الكارثة. خطرش عليكم بوسليم، ما يخطرش عليكم التشنيق، ما يخطرش عليكم الطلبة اللي في وسط الجامعات، ما يخطرش عليكم التصفيات اللي برا في أوروبا، في اليونان، في ألمانيا، في فرنسا، في بريطانيا، في أمريكا. ما خطرش عليكم الكلام هذا، نفس القصة، نفس السريب، نفس النغمة، نفس السلوك، نفس الأخلاق. اللي وجعتنا كله في الموضوع كيف بلطوها لهلنا، هلنا اللي ما لهم شيء، مسيبين معمر ما لهم شيء. يعني هم هذيما الوجيج هذيما بدوا في 2014، شهر 5 في 2014، ونحن شهر 11 تخلصنا من معمر. يعني آخر مرحلة من مراحل نظام معمر تخلصنا منه في شهر 10 في 2011. يعني يفترض ما زالت قاعدة الذاكرة. يعني أي واحد يقول هيك يفط قدامنا أقول له هاي أبو صاحب، لا مر علينا الفيلم هذا من قبل، قمعز ونسكت. لكن كون أن نصدقوه وهذا بيرد لنا هيبة الدولة، أين هيبة يا جماعة؟ إذا كان تحكوا على حكم معمر أنه هو هيبة، لا، معمر كان مخوفكم بالحديد والنار، كان يذل فيكم بالليل، في الليل قبل النهار، قتل عويلتكم 1260 بنادم من خيرة
أبنائنا في لحظة من لحظات، يمكن ساعتين ثلاثة. هذه هي الهيبة اللي تقصدوا بها؟ يعني لما يذل الإنسان ويقعد ذليل وماشي مظل الظل، ومن بعد المغرب يسكر الباب بتاعه وعطوه مرتب باهي ما عطوه يسكت، ويوم يلقى المطار مفتوح، يوم يلقاه مسكر، يوم يعدي ما يلقاش الحليب، يوم كذا. هل هي هذه الدولة؟ هذه هي الدولة الحديثة؟ هذه هي الهيبة اللي تقصدوا بها أنتم؟ أظن أن هذه يعني الكلام هذا توا لما تكثر عليهم يقول لك والله الله الله أيام زمان يا راجع، أيام كانت العشر فردات بربع. معقولة يا ابن آدم؟ معقولة يا ابن آدم بما صنعك رب العالمين وبما خلقك وبما أعطاك من فكر وعقل تقعد تحط عقلك في عشر فردات بربع؟ يقعد هذا هو المقياس عندك إني أنا فعلا عايش وابن آدم؟ والله مصيبة يا جماعة، مصيبة كبيرة بالكل والله، خاصة بعد هذه النقلة اللي درناها، بعد خروجنا للقذافي وقتلنا للقذافي ومطالبتنا العالم بحقوقنا ومطالبة العالم بالعدالة اللي يدعيها، تجي تختم تقول الله الله أيام عشر فردات بربع كانت الدولة الليبية هيبة يا سيدي، كانت حول من طريقنا. والله لما تنظر بالمنظومة الفكرية متاع الإنسان والمنظومة العقلية لما تنضرب ما عادش تعرف وين تلاقى أنت وياه. قصة تقعد كبيرة، تقعد حمل كبير على أصحاب العقول وأصحاب المتعلمين واللي فاهمين، لكن برضو نقول لكم مصيبتنا نحن كانت في اللي متعلمين أصلا، مصيبتنا نحن في اللي متعلمين إلا ما رحم ربي، اللي كانوا برا، اللي كانوا برا بعد جونا، بعد قتلنا معمر وعطيناهم الإذن من عند الله سبحانه وتعالى إن يرجعوا لبلدانهم ووطنهم، وكان أملنا كبير إن يشاركوا في نهضة ليبيا وفي دولة ليبيا وتعويض هذا الشعب، وإذا بهم يأيدونا حفتر وأيدونا العسكر ويرضوا فينا الذل ويرضوا فينا المهانة ويرضوا فينا القتل. شنو المفاهيم يا ناس؟ وين ماشيين انتوا؟ وين ماشيين هاللخبطة اللي عيشتوا الناس فيها؟ ناس كانت تكتب مقالات قوية وأقلام قوية، والقذافي والدكتاتور والطاغية ومش عارف شنو كذا، وبعد جاء حفتر وإذا بهم يروه رجل المرحلة والعسكري والددر، ولابد ومرحلة من المراحل لابد العسكر هم اللي يحكموا. أي ضلال أنت ودرتوا فيه البلاد ودرتوا فيه الناس وتوهتوهم؟ يصلح الله الحال إن شاء الله. الوليد هذا والله أنا نراه بذرة أمل، هالوليد هذا بذرة أمل، سواء كان في المدينة ولا في ليبيا، سواء كان في المدينة اللي ينتمي لها سواء كان في ليبيا. لذلك لاحظت المجرم اللي مبدري قال حتى الطفل، وهذا اللي كان يقصدوها الكنيات، يبي يبيدوا العائلات بالكامل باش ما فيش يوم يطالب بالدية ولا يطالب بالقصاص ولا ما يبوش توريث الرجولة بهذا الشكل والشهامة، يبوا شعب ذليل، شعب مهان كيف ما كان معمر عايش بالضبط. يصلح الله حالنا إن شاء الله، يصلح الله حالنا. تفضلوا يا شباب. حتى العيل هذا يتكلم صغير مهما كان طفل بريء ما يندريش على شيء، لان ابوه مغرر به وعمامه مغررين به، عمامه مع الاخوان وابوه مع الاخوان وكلهم مع الاخوان هذوما اللي ترحم انت عليهم هذوما. تراه نحن في ترونا جوا ما عندناش اخوان، كان يقتلوا اقتلوا وكمان ما قتلش اي واحد اخواني ما ديش، لان ما يبوش يجيبوا العار لبلادهم وقبيلتهم ومدريتهم يقولوا عندنا خوان. اي واحد خاين مات، الخونة كلها مصيرها الموت، ما فيش حتى انت مصيرك الموت. واي واحد خان وجاب الاستعمار لبلاده وخشش الاتراك وخشش الاستعمار علينا وتم يبص لهم تبلادك يا رب، ما تدخل منطقة غربية القوات المسلحة كانت ترونا غادي، كانت طرابلس المنطقة الغربية تعم بالميليشيات والقاتل والذبح والسرقة والدنيا كلها. ترونا في وقت هذاكي امن مكان في المنطقة الغربية تخش جوا امان كانت مدينة ترهونة،
وقتها توا نيويورك هذه اللي مدارين مظاهرات، مدينة ترونة كانت أأمن من أمريكا اللي توا فيها مظاهرات، وكانت أأمن منطقة في منطقة غربية. اقتلوا وداروا عصدوا وداروا، لكن أمنوا مدينتهم، أمنوها. أنت تقولي أمنوها بقتل أمنوها، لأن اللي قتلوهم سفتين. يوم جو مشايخ قبائل ترونة في ترونة غادر على رأسهم الشيخ صالح الفاندي، ولما تكلموا قالوا نحن بلادنا هذه ما يصيرش منها وضروري نديروا. اما التفاهات اللي انت تكلمت عليه قتل ونحن نقتل ونحن ما شادوا، هذا كله كذب وكله هراء. فارس يحيى قبيله وقبيله ما تحيش فارس، وهذا هو فارس ترونه وفارس المنطقه الغربيه. غادي مع احترامي لاخوتنا في المنطقه الغربيه الناس الشرفاء، تمام ولا لا؟ طلع عمن الله غالب ضريبه بيدفعوها بلادتي بتريح. ترونه بعد ما خشوا فيها كنيات تم يقتلوا في الاوباش ويقتلوا في المجرمين، وطلعت مشايخ ترونة وداروا بيان جوا ورفعوا الغطاء على اجتماعي على اي مجرم، برموا على الحشاشه وبرموا على السكاره. هل تعلم انت في مدينه ترونة في عصر الكنيات ما فيش واحد يقدر يبيع حشيش، ما فيش واحد في الشارع يبي يجيب مسكران، ما فيش واحد يقدر يولع سبسي في الشارع يمشي يولع بفرك في سبسي في الشارع، ما كانش واحد يقدر يمشي في الشارع. شراكم في هالنهج وفي هالمنطق وفي هالفكر العوج، شفتوا إباحة القتل؟ العالم مش يدور في أدلة، ومحكمة الجنايات تدور في أدلة، ومن القاتل ويبوا يحقوا هذا ما يستحقش تحقيقه، قاعد يتبجح بالفعل متاعه، يقول أحسن حاجة دروا الكنيات وأمنوا بلادهم. قال ولما الجيش قال في 4/4 مشال لطرابلس كانت تعج بالميليشيات وبالقتل وبالذبح وبالخطف بالكذب كله وبالترويج الإعلامي، لم تثبت حالة واحدة فيها ذبح كيف اللي صار عندكم يا مجرمين في الشرق، بالكذب بالدعاية بالإعلام. لم يثبت في شارع اسمه شارع الزيت بالدعايه بالكذب بالبروباغندا، لم يثبت ان في مشروع اسمه مشروع الصفصفه يتم فيه تصفيه الناس وتعذيبهم ورميهم. يعني هذه المنظومه الكامله، المنظومه الاجراميه، هؤلاء مجرمين قتله بالدليل، الدليل هم برواحهم، اظن لا يحق معاهم توا ولا شيء، ولكن قاعد بكماله بحضوره العقلي زي ما يقولوا، ولا بكامل قواه العقلية، يقول إن اللي دروه الكنيات صحيح 100%، واللي قتلوهم سفاتيل، والله ما سفتول إلا أنت يا سفتول، والله ما سفتول إلا أنت يا مجرم يا ذيول يا ذيول المجرمين والقتلة. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. هذا مع سبق الإصرار والترص، حتى كان هو ما بشرش القتل لكن كأن قاتل هو، يبيح فيها بكل، بل يحث عليها ويستحث. وكانت ترونة آمن من نيويورك، قال لك اللي فيها اللي صار فيها المظاهرات، ترونة كانت آمن منها. يعني نيويورك لما طالبوا بحقوقهم ولا طلعوا مظاهرات تعتبر غير آمنة، تعتبر دولة فوضى خراب ودمار. أما ترونة اللي فيها القتل والإعدامات على الهوية و ردم الأطفال وهم أحياء، ردينا العصر الجاهلية نحن، والمرضى والمصابين اللي يطلعوا فيهم مستشفى ويردموا فيهم أحياء، لا هذه تعتبر أمن وأمان وحرية رأي وامتلاك إرادة وتعبير عن ثورة فبراير. وشوف هو كيف كان يحكي على الولد اللي يقول العيل هذا مغرر به، هو العيل هذا مغرر بهم، وأبهاتهم مغرر بهم، وأعمامه مغرر بهم، وكلهم سفاتيل، وأحسن حاجة داروها الكنيات، والكنيات قاعدين عندكم يا عرب الشرق،
الآن قاعدين يأكلوا ويشربوا ويمرحوا في المنطقة الشرقية. المنطقة الشرقية الآن منطقة موبوءة، سامحوني مع احترامنا للناس الصالحة، للناس اللي مغلوب على أمرهم، مع الناس اللي مستضعفين إن صح التعبير، لكن هي منطقة موبوءة. منطقة هو سيدنا علي يقول شنو؟ يقول بمعنى النصيحة متاعته، يقول رد بالك تقعد في مكان يقتل فيه رجل ظلما، فإن هذا المكان تتنزل عليه اللعنات. هذه نصيحة من نصائح سيدنا علي. فما بالك غادي شارع الزيت، مشروع الصفصفة، الشوارع الرئيسية، القتل، الخطف، الدمار، الخراب، الذبح، التهديد، الترويع، هذا كله يحدث في منطقة شرقية. إذن هذه المنطقة منطقة موبوءة، منطقة محرومة من الرزق الآن. ليش؟ جن الحرام والدم الحرام المسفوك قاعد حدث ولا حرج الآن، والإجرام على أذانا، فكيف تبي تأمن أنت؟ خلونا نشوف الوليد هذا كيف يرد عليه توخى البطل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا عرفت بوي وعمامي إلا عمي بس بعرفتهاش. نبي حقي من مجرمين زي أخوت مخلوف دومة زي المبروك ومخلوف دومة وأخوته كلهم، ما حد فيهم بريء. زي عبد الرحيم الكاني هو اللي قلهم، حاتم دندو هم اللي عندهم دخل بعمامي بوي، واللي قاتل عمامي بوي هو مخلوف دومة ووصله، ولا حسب الله ونعم الوكيل في كل من دار حاجة في بعاتنا. يا رب حسب الله ونعم الوكيل، والله اللي هو عبد الرحيم ومخلوف دوم وحاتم دندو. حاتم دندو حرمنا من كل شيء، حاتم دندو حرمنا من رزقنا ومن كل شيءنا، مخلوف دوم حربنا من بوي يتمنا وإحنا صغار، إحنا شن دمبنا؟ إحنا حسب الله ونعم الوكيل فيه. اللي قال بوي شن دمبه؟ أهوي بوي ونبي حقه ونبي شن دمبه خيره، وما جاء ومش وجه لوجه خاف ما وما يقدر ومش زي انت زي مخلوف دوما. تما قلت له نعطيكم 50 مليون باش تجيبه لي، تمش راجل انت دو جيبني انت بروحك كانك راجل. حسب الله ونعم الوكيل فيه، واني معش خايف، واني كله قتلتني قتلتني جن وما زال فيها الدنيا. كيف تعرفت على المقتنيات الشخصية لوالدك؟ في يده والوحدة مكتوب عليها كلمة دف، والسروال جابه مشروك، وانا والهركة وعمامي الباقي زبطهم وهم والله اليوم والله اللي عرفتهم أكيد أكيد أكيد، إلا عم واحد ما عرفتهاش وهو في دمشقر مداهر شوي تاخذ ولا نجوي يتعرف عليه، كان يقدر ولا يقضي عليهم في دقيقة السراج ولا غير ما يبيش. حسب الله ونعم الوكيل في كل ظالم، حسب الله ونعم الوكيل في كل ظالم، والله والله لما ندركم اللي ما يندارش وقولوا ما قالها شواني، والله لما ندركم ما اللي ما يندارش. حسب الله ونعم الوكيل. ربي يحفظك يا وليدي، والله ربي يحفظك إن شاء الله ويبارك فيك. قال له زود قلني كأنك راجل، تعال أنت سمعت أنك دفع علي 50 مليون بشي يجيبوني لك، تعال انت بروحك. قال لا شيلني. ربي يحفظك ويبارك فيك ان شاء الله، ويعوض اهلك ويعوض مدينتك ويعوض ليبيا في هلك بك انت ان شاء الله باذن الله تعالى، ويعوضنا ربي خير ان شاء الله. الله الواحد لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. اي اجرام بصراحه واي جبروت. في 14/5 أو في 19/3 عارفين أنتوا 19/3 ذكرى رتل المجرم لما جايب بيدمر بنغازي، وفي ذلك الوقت فضل الله سبحانه وتعالى تصدى له الشباب والرجال والأبطال وتم دحر القوى الباغية المستبدة. نفس الفكرة متاع 19/3 وإذا بها يعاود، بس تعاود على طرابلس 4/4. جزء من الشباب اللي بقى حي
من المنطقة الشرقية، سواء كان من درنة أو من البيضة أو من بنغازي أو من جدابية، قاتلوا في طرابلس، تصدوا مع إخوانهم في المنطقة الغربية بصفة عامة، مصراتة، طرابلس، زليتن، الزاوية، صبراتة، الجبل الغربي، يعني حدث ولا من مسلاتة، الخمس، ما شاء الله صح، تجمعت كلها ضد الغزاة في 4-4 بفضل الله سبحانه وتعالى، وتسع شهور وهم يقاوموا في قوى البغي والعدوان، إلى أن أذن الله سبحانه وتعالى بدخول الأتراك وتم دحر المجرمين. نقصد نفس الأفكار، نفس التوجهات، كلها جاية تبي تدمر، وجاية تبي تعيد حكم العسكر، وجاية تبي تجيب الأمن والأمان اللي يحكي لكم عليه. أرى هو بالمناسبة المرة اللي يظهر ترهوني راه اللي يحكي على هالة ومدينته بالشكل، راه ترهوني هذا، أعطيني عقلك عاد أنت توه وأفهم هذا شنو رابط عنده، لا عنده رابط مع الدين استغفر الله يا ربي، ولا عنده رابط مع ليبيا، ولا عنده رابط مع مدينته، ولا عنده رابط مع عائلته، عنده رابط واحد هو مع الطغيان والاستبداد والجبروت بس. تفضل عطونا الفيديو هاي. السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وموالاه. أبناء سرية المغيرات بالكتيبة 116 مشاة، هذه التابعة للقيادة العامة للجيش العربي الليبي بقيادة سيد المشيرة كان حرب خليفة بن قاسم حفتر. أبناء سرية المغيرات، أبناء مدينة مغلق الصامدة العصرية الآن، نقول لكم والله وبالله وتالله أن أبناءكم وأن أجناء أبناءكم وشهداءكم وأن هؤلاء الرجال في الميادين وأن الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذه الصورة الثانية من داعش، هذه مش تدوروا وتقولوا وين داعش واتهمتونا به، ما هو داعش، نفس اللبسة ونفس المنطق ونفس القسم ونفس التحليف ونفس كله، كل الإرهاب كل شكل واحد راهو من أي جهة كانت، الإجرام والإرهاب والقتل كله نفس الشكل من أي جهة كانت، كلهم نفس الخط ونفس الخطى ونفس المنطق ونفس البيانات ونفس حتى التصريحات، فيفترض أن كلها تسمى داعش ولا إرهاب، وكلها يفترض أن يتم القبض عليها ويتم قتلها كيف ما يقتلوا في الناس وكيف يستبيحوا في دماء الناس كلها. أريتوه هذا كله المجرم الأولي هذا، حتى هو غير مش مغطي وجهه لكن نفس المنطقة، حتى هو وهذا مغطي وجهه ونفس المنطق، أو من قبل اللي طلعوا من درنا حتى ما نفس المنطق، واللي قعدوا في سرت نفس المنطق، واللي طلعوا من الصابري نفس المنطق. إذن مشكلتنا في الإجرام وفي القتل وفي الدمار. بالله عليكم هذا هو شكل الدولة اللي أنتم تستوحوا فيها؟ تمو زمان كنتوا تقولوا والله واحد يغير في الزيوت وواحد ميكانيكي وكيف تبي تقوم الدولة؟ اتضح انهم بصراحة كانت قائمة الدولة عندهم وكان عندهم نظرة، وانتوا يا اهو هذا شكل الدولة اللي تبوه انتوا، هذه الدولة اللي تبوا تقيموها يقيموها بهؤلاء الاشكال هذا. يلطف الله ان شاء الله ويصلح الله حالنا. خلونا نشوف الفيديو هذا. Well, again, we have placed our confidence in the Saudis in leading this process of negotiations. And I think that our confidence is justified. And clearly also, the idea basically is to try and set the rules of non-interference on agreeing on issues that affect all of us, including extremism and terrorism, which are part and parcel of the deal. We are confident, we are looking
forward enthusiastically, and we hope that we will work together moving forward. Again, you know, my view, and this is something that we have always said, that the 13 demands at the time were considered what I would call a maximalist negotiating position. I think what we end up today with is general outlines that basically govern relations between states that are party to the same organization, the GCC, and in the case of Egypt, also a member of the Arab League. And I think we're very satisfied with this, and we want to build on it, and we want to look to the future, building on this, and ensuring that in this very turbulent region, that the GCC is more solid, right, more unified, and looking towards the future. شايك عدى الموضوع اللي كانوا يدفوا في الكب والكم وخلوكم تقدموا عيالكم في لحظة من لحظات التاريخ. قالوا لكم فوت إيش بدوكم جبدة على كيف كيفك. توي بيرد العلاقات بين الإمارات وقطر والإمارات وتركيا وانتوا تطلعوا صبغين دحي. لا مش صبغين دحي، سهل لكن صبغين دحي. قتلين عيالكم انتوا تطلعوا انكم بيعين عيالكم وبيعين وطنكم ومنتهكين سيادة وطنكم ودمرتوا وطنكم وتوا بعدين حيجوكم. هذي ما هم اللي يبنوا غادرة. هذا إذا كان تقرر واستعدينا للبناء زي ما تقولوا، ولا هم اللي يجوا يبنوا، هم اللي قتلوكم وهم اللي خربوا لكم وبعدها يجوا يبنوا وخلوكم انتوا في دولة الأمن والأمان وتصحيح المسار. في لحظة باعوكم بيع على كيف كيفك وانتوا عدوا عدوا رجعوها. تو زعما ايش تبوا تقولوا لأهلنا اللي طايحين على رؤوسهم؟ هذا ايش تبوا تقولوا لهم؟ كيف تبي تقنعوهم زعما؟ قتلتوا عيالهم وسرقتوا رزقهم وعطلتوا حالهم وعطبتوا عيشتهم وخليتوهم فقراء الشاحته ومصبين تحت المواذيب بتاعت الميه باش ياخذ 500 جنيه كل شهر. ايش تبي تقول له توه؟ تقول له اصلا الاخوان والقصه هذه؟ ايش تبي تقول له؟ مانيش عارف والله. انا مشتاق بصراحه للفتلوكه اللي تبي تفتلكوها بصراحه، وخاصه يعني غايب على الساحه مسيلمة الكذاب الحقيقة، غايب له فترة على الساحة، فلذلك الطاقة والحركة والخبرة متاع التفتليك شوية راكدة أصلا، يعني مش قاعد في الصورة. هاي هاي أو توه وقالوا لي طلع الأسبوع اللي فات مسيلمة الكذاب وينادي بالسلام مع القوات الغربية، إنا لله وإنا إليه راجعون. دماء الليبيين ووطن الليبيين سهل عندكم يا مجرمين بهذه الدرجة. يصح لكم نبو سلام، يصح لكم ما نبوش الغرابة، يصح لكم تدفوا كبوة للعيال، يصح لكم تقولوا العيال هذي ما مجرمين وقتلة هم وما عندناش ما نديروا لكم ودزوهم برا خليهم يشتغلوا في السفارات. عليم الله إن جريمة كبرى درتوها في حق هذا الشعب وحق هذا الوطن، ويصلح الله حالنا إن شاء الله، يصلح الله حالنا. خلينا نعطيكم برضو إحباطات الكم يا جماعة الشرق، إحباطات يا مجرمين، يا مجرمي الكرامة. شوفوا بس هاي أرجع خليني أقرأ لكم الخبر. هذا هو أردوغان ماكرون يرسل رسالة إلى الرئيس أردوغان، عرفه وعره شوية لكن معلش تحملوها. ماكرون يرسل رسالة إلى الرئيس أردوغان باللغة التركية يطلب فيها لقاء أردوغان ورغبته في حل المشاكل العالقة بين فرنسا وتركيا وبحث مجالات للتعاون المشترك. وشدد فيها أي ماكرون شدد في الرسالة وشدد فيها على أهمية تركيا بالنسبة إلى أوروبا
وبدأ الرسالة بخط يده كتب فيها يا عزيزي طيب. الله أكبر ولله الحمد، علم الله أن القوي علمك الصراع. والراجل راجل يبقى من يومه، ركعكم يا يهود، ركعكم ركعكم. وبش نأكد لكم الخبر، منزلت أراه الوكالة التركية أو وكالة الأنباء التركية هي اللي منزل الخبر. حي الله هذا الرجل، حي الله هذا البطل، ركعكم يا يهود، ركعكم لوطا. صح له القوي علمك الصراع، وما زال والله ما زال وراكم يا قوى الظلم والاستبداد والبغي، نين ركعها، نين تعلموا شن معنى الإسلام، شن معنى الإسلام الحقيقي اللي فيه العزة والكرامة الحقيقية والقوة. علم الله أنك بطل يا أردوغان من الأخير، علم الله أنك ذكر على قولة الجماعة وراجل بما تعني الكلمة اللي جبت هالأنذال هذيم وركعتهم قدامك ويدزوا لك في الرسائل، والأخرين يردوا في العلاقات معك سواء كان الإمارات ولا السعودية كلها. لابد أن ترجع لتركيا. بدري شفتوه الدرقاش هذا شنو يقول؟ يقول نحن عندنا يعني أشياء لا غنى على تركيا فيها، وهذا يقول أوروبا ما يصيرش منها بدون تركيا. الله أكبر. بصراحة وهو من خلى أو ساعد قطر أن تصبي في وجه الاستبداد وتصبي في وجه الحصار وقوى من عزيمتها، وشوفوا النتيجة عند قطر توها. هذه شركة الخطوط التركية حتى هي يوم الأربعاء تعلن استئناف رحلاتها إلى مصر اعتبارا من 16 أو 18 الشهر الحالي. المهم أن العلاقات ردت ما بين قطر ومصر. أتمنى أني كنت نستمر في هذا وخاصة في هذا الخبر، لكن أنتم عارفين سيف الوقت. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح حالنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينصر ثورتنا ويدحض الإنقلابيين المجرمين. نلتقي بكم في لقاء قريب في حلقة جديدة في عنوان جديد من برنامجكم إشراقة وطن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.